هي مصلحه العراق الان تتطلب ايضا منفذ اخر لتصدير نفط، وخاصه مصلحة العراق ان يسجلوا كهرباء من الاردن ام يبني كهرباء وطنيه. اعذرني استاذي، ترى اكو مغالطات كثيره في طرحك، احترام الشديد لشخصك وجنابك الكريم. هل من مصلحه العراق ان ينشئ كهرباء وطنيه ام يقيم منشات كهرباء في الاردن على حسابه ليستلم واير كهرباء من الاردن؟ عزيزي ما هذا الكلام؟ طيب انت انسان اقتصادي وتعرف الحقائق. بعدين اسمح لي على تقديرك لحديث استاذي العزيز، موضوع النفط الذي يذهب عن طريق جيهان من كركوك هذا من الاقليم الذي يسيطر عليه الكيان الصهيوني، زين، وهذا النفط خارج إرادة سومو وخارج إرادة الحكومة العراقية من قبل. الآن تحدثت عن إنشاء محطة كهرباء وطنية في الأردن، أعتقد بأنه طبعا الأفضل إنشاء محطات توليد كهرباء في العراق، لكن لا يوجد محطات في الأردن أنشئت من العراق. نحن نقول المشروع قائم على إنشاء محطة كهرباء كبيرة كهرباء في الأردن، ولا يوجد أي محطة كهرباء ساهم العراق بإنشائها في الأردن نهائيا. حتى الحدود العراقية الأردنية هي ملك لشركات كهرباء أردنية. لا ويتحدث مستقبلا، نحن نتحدث مستقبلا سيادة المستشار. نحن نقول بأنه من ضمن المشروع محطة كهرباء كبيرة تزود العراق بالكهرباء. تمام، شيء غير منطقي. غير منطقي. الأولى إنشاءها في العراق، لكن أعتقد بأنه أحسنت. أنا يعني هذا ما فترة 20 سنة وإنفاق مليارات على إنشاء شركات توليد كهرباء في العراق، ونحن نرى الآن الانقطاعات ما زالت موجودة في الشبكة العراقية، أيضا أمر محزن. نحن نحزن أيضا عندما تكون العراق 11 في احتياطات الغاز العالمية، وهي تستورد الغاز وتحرق نصف غازها في الهواء دون فائدة، وتعاني من نقص الكهرباء. فهذا يجب أمور يجب أن تحل ما بينكم، بين حكوماتكم وسياسيينكم الذين يديرون هذا الملف الذي أصبح مؤرقا. الملف من يدير ملف الكهرباء في العراق هو شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، أما وزير الكهرباء العراقي فدعني أقول عنه أنه وزير المولدات الأهلية. تمام.